بالنسبه للفيديو هذا غادي يكون خاص غير بالسبرديله. بالنسبه للدراري كيسولون على السبرديله ملي كتاخذها ملي كتجيب السبرديله، المهم السبرديله كما قلت لكم انتم كتشوفوا كاين الانواع ديال السبرديله هنايا، والصباط ديال الكره، الصباط ديال الكلاس، جميع الانواع ديال السبرديله غادي تلقاوهم هنايا في هذا السوق هذا. اللي بغيت نقول لكم هو بان السبرديله هذه الايام هذا طالع شويه الثمن ديالها، كاين اللي كتوصل حتى ل 400 درهم 500 درهم، ولكن السبرديله راه تنساها. عاود ما تشري مثلا سبرديله مثلا جديده ب 4000 ريال ولا ب 5000 ريال، يمكنك تاخذ هذه السبرديله هذه ب 300 درهم 350 درهم على حسب الاستطاعه ديالك نتايا، ولكن راه سبرديله اوريجينال، سبرديله اللي غادي تنساها، تلبسها مره واحده وغادي تعاود تلبسها المره الثانيه والمره الثالثه والمره الرابعه، حيت السبرديله كتكون ميديكال والسبرديله كتكون مخدومه مزيان والسبرديله اوريجينال. هذا الفيديو هذا غادي يكون فيه غير السبرديله، لا عندك مع السبرديله وبغيتي تشوف الاوريجينال ديال السبرديله، المهم راه كاينين السبرديلات هنايا لعلك ترضى، سبرديله نسيك في سبرديله. المهم الخوت اللي ما مشتركش في القناه يشارك معنا في القناه باش فيما حطوا شي جديد يوصلكم، وكنتمنى اللي عجبته شي سبرديله ومثلا ساكن بعيد وبغاها ما كاينش المشكل، كما قلت لكم يدوز عندي على الانستغرام ومرحبا اي حاجه نصيفطوها لي ماشي مشكل. المهم هو بنادم يعرف شنو بغا ويعرف شنو كيعزل ديك الساعه، مرحبا. هادشي اللي كاين الخوت، وكنتمنى تشاهدوا الفيديو كامل حتى الاخر وما تنساوش الاشتراك، وتحياتي لكم. Thank you.
يونس اش 5000 20000 الوارد عطي بس شرا 150 ناخذ بجوج شرا 150 ناخذ بجوج ها احنا 50 مليار بو احنا راهم كمشي عجبوني هذا رشيد ها 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 مرضي يا